مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، وطبعا بتكون أجواء معتدلة أثناء الليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء معتدلة، درجات الحرارة الصغرى تقريبا حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، وبنلاحظ أن الرطوبة النسبية مرتفعة قليلا حوالي 86% خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، ويخشى من حدوث الشبورة ويتدنى مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق المرتفعة الجبلية العالية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يومي الأحد والاثنين أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا، تقريبا درجات الحرارة العظمى قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والعظمى المتوقعة أيام الأحد والاثنين بحدود 31-32، والصغرى ما بين 21-22 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا، تصبح العظمى ما بين 32-33 درجة مئوية، أعلى من حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين، والصغرى بحدود 22 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأ في المناطق الشمالية. إربد 34-24، عجلون 32-22، جرش 35-24، والمفرق 35-22، وأجواء تقريبا حارة نسبيا. المنطقة الوسطى من المملكة أجواء تقريبا صيفية عادية إلى حارة نسبيا. البلقاء 32-22، مأدبة 32-22، عمان 31-32 العظمى، والصغرى 21، الزرقاء حارة نسبيا 36-24، والأغوار البحر الميت أجواء حارة 41-30 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الجنوبية، أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، حارة نسبيا في المنطقة البادية الجنوبية الشرقية، وحارة أيضا في خليج العقبة، لكن الكرك العظمى المتوقعة 32 والصغرى 20، الطفيلة العظمى المتوقعة 31 والصغرى 21، الشراه 30-18، ومعان حارة نسبيا 35-23، والعقبة أجواء حارة 43-30 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء حارة مغبرة أحيانا، الأزرق 39-25، الصفاوي 40-25، والرويشد 38-26 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في رعاية الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه.